وين ساعه؟ البخت الاسود ده كل شويه ناجل الفرح ناجل الفرح. مش كفايه كمان ان انا قبلت ان ما نعملش فرح كبير ونعمل فرح صغير عدايق وما يبقاش فيه معازيم، كمان نرجع ناجل فرح تاني؟ كرهي يا سهيله، ما تشوفي بنتك دي اللي عماله تعدت وخطيبها مرمي جوه. ايه، خلي عندك دم شويه لحد ما نشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. ما تفوتي يا فريده شويه، مش شايفه البنت متلخبطه؟ وين هي بتحبه وهو بيحبها؟ فاطمه تعالي انا عايزك في كلمتين. تعالي يا فاطمه، تعالي عايزاكي. بقول لك تعالي. خلاص بقى يا ست الكل، رواقي كده خلاص، ما فيش حاجه، خلاص اهدي والنبي. حقيقي ما عندهاش دم يا فراوله، بس امها واقفه. بعدين انت عارفه فاطمه عقلها خفيف شويه، اهم حاجه النزوم تمام و 48 ساعه بقى كويس باذن الله، وهرا وخالد هيظبطها لك. كل ده وانت بس. ايوه تمام. ممكن تفهمينا يا فاطمه ايه اللي انت بتعمليه ده؟ في واحده ست عاقله في الدنيا خطيبها يبقى في الحاله دي تقف قدام مامته تتكلم على الفرح ولا فارق معاها انه تعبان؟ يا خالد انت عارف ان حازم هو اللي عمل في نفسه كده، وكفايه قوي ان انا حاطه 100 جزمه قديمه ببقي وساكته. يا ترى بقى جنب العك ده كان بيعمل ايه كمان؟ اكيد طبعا الحكايه فيها ستات. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مش معنى انه كان سهران مع اصحابه انه كان فيه ستات؟ هو انت تتخيلي حاجه وبعدين تصدقيها وكمان مش عايزه تسمعي؟ انت فظيعه بجد. بقول لك يا فاطمه، لم الدور بقى عشان انا مش ناقص مشاكل اكتر من كده. كفايه ان الدكتور هنا كان عايز يبلغ البوليس. بوليس؟ اه طبعا. الحالات اللي زي دي في المستشفيات بيعتبروها حاجه من اتنين، يا اما محاوله انتحار يا اما شرع في قتل. عايزانا بقى نطلع كلنا على الاسم وتبقى فضيحه مش كده؟ حضرتك المريض فاق ورن الجرس. ايه؟ الحمد لله. ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ طمني عليك. وانا كويس يا ماما. ها زوما، يعني اما تعوز تقعد اسال استشير، اخوك الصغير موجود برضه يا جدع. شو وقته الكلام ده يا يوسف؟ ماشي. الحمد لله على السلامة يا حازم. كده برضه تخضنا عليك؟ يا رب اللي فيك يجي فيا يا رب. والله العظيم اتخضيت عليك قوي. ده انا قعدت اقول لهم كلهم بره مش مهم ميعاد الفرح، يتأجل عادي. المهم انت تبقى كويس وتقوم بالسلامة. تلاقيش يا حبيبتي انك بقيت كويس خالص. يعني انت تمام؟ مش حاسس بأي حاجة خالص؟ خالص. حازم لو حاسس بحاجة مش مشكلة، ممكن نأجل الفرح يوم ولا يومين. ما تقلقش، يعني كلهم صحابنا وحبايب. أيوة يا حبيبي، خالد عنده حق. يعني أنا مش فاهمة تعمل فرح إزاي وأنت في الحالة دي، وأهو خطيبتك حبيبتك يعني مش فارق معاها الفرح خالص. كل اللي فارق معاها صحتك يا حبيبي. يا جماعة لو تعبان هقعد، صدقوني أنا مش حاسس بحاجة، أنا عايز أروح. خلاص نستنى ونشوف الدكتور هيقول إيه. أيوة إنجي. أيوة يا مستر ياسين. دكتور فراس وصل وعاوز اقابل حضرتك. اه طبعا طبعا، خليه يتفضل. حاضر يا فندم. استاذ ياسين، ازي حضرتك؟ اهلا اهلا فراس بيه. انا لسه راجع دلوقتي من الارض، عينتها وكله تمام. طب الحمد لله الحمد لله. اتفضل 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 فراس بيه. نورت الشركه، اتفضل. عايزين بقى نبدا في اجراءات البيع بسرعه، لان انا بصراحه مستعجل جدا ولازم اسافر. وانا تحت امرك طبعا يا ريت.
اتفضل يا حبيبي. كان لازم تفضل في المستشفى. انا مش فاهمه ليه الاستعجال ده والاستهتار بصحتك. كنت عاتلك يومين ثلاثه كمان لحد ما نطمن عليك. انت عارفه ماما انا بكره المستشفيات، وبعدين لو كنت قعدت يوم ولا اتنين كنت عيت بجد. يا زومه طمنا عليك بعد اللي حصل، كل حاجه تمام، كله في مكانه يعني. اه يا حبيبي كله في مكانه. طب الحمد لله. انت عارف بقى ان الدكتور كان هيبلغ البوليس لولا اخوك خالد الله يكرمه. اه والله العظيم. بجد؟ قلت لك قبل كده بلاش الحفلات دي، استفدت منها ايه؟ لولا خالد اخوك عمل مليون واسطه للدكتور علشان ما يبلغش البوليس، كان زمانك دلوقتي فقت، لقيت فوق دماغك ظابط بوليس، ده غير بقى الفضايح في الجرايد. الشركه اللي بتطلع الحج والعمره للناس مديرها اوفر دوز. خلاص بقى ماما، الحاجات دي اصلا بتحصل مره في العمر يعني. وهي قلبت بغم. بقول لك ايه؟ سيب اخوك بقى يرتاح شويه وتعالى ما عايز. لا انا قاعد مع حازم شويه، اصل وحشنا اهو. بطل هزار بقى وتعالى. يلا. انت مش عايزني انت طيب؟ ماشي ماشي. عايز انا عارف عايز. يلا. ماشي الو يا فراس، يا طمني، ايه الاخبار؟ طيب تمام، اوعى يكون ياسين حاسس بحاجه. حلوه، انا عارف يا فراس، انا اللي قاصد اخد الارض باكتر من ثمنها. ماشي ماشي، سلام. تعالى يا حبيبي، عايزاك. حبيبي. يبقى انا ما قلت حبيبي تبغي مني شيء. خد الظرف ده. معقوله فراوله بعد خدمتي ليك السنين دي كلها ده جواب فصل من العيله ده ولا ايه؟ انت ما تعرفش تتكلم جد ابدا؟ ازاي؟ مش انا اللي خلصت لك مصلحه بنتك اروى وجوز اشرف امبارح؟ بقى مشكله اروى اسمها مصلحه برضه؟ خلاص مشكله، مين اللي خلصها؟ مش انا؟ انت عملت ايه؟ اللي حل المشكله هو اخوك خالد. خالد؟ طب هاتي خالد هنا ويقول لك ان انا كنت عنصر فعال ومؤثر في الموضوع. بس ما دي طريقه واحد ابن ناس يتكلم بيها. ده ابن ناس ومؤثر كمان. طب قولي لي بس الظرف اللي انا خايف منه ده فيه ايه؟ استغفر الله العظيم. الظرف ده فيه ايثار ختم سبيتين هديه جواز فاطمه. تعيشي وتفتكري يا فراوله. بس انا ايه دوري في الموضوع؟ ما انت اللي هتروح تستلم. ايمان. اصل انا قررت ان انا هتعب النهارده واقعد في السرير. قررت؟ اه ما تقطعيش بس الموضوع قدامي المشيئة. فراولة انا مش بتاع الكلام ده، ما تلاقيش انا احللك الموضوع. عارفة ابن خالد اللي هو اخويا هو يسمع كلامك في الموضوع ده، معاك رقمه؟ انا هديهولك مش مشكلة، قولي له بس هو يجي يسمعك على طول في الموضوع، مش هقول لك لا، انا هجري بقى عشان الحق التعب من اول. خلي بالك انت من نفسك، بس عايزة حاجة؟ انا طالع بقى عشان تعبان، قلت لك وطالع فوق. سلامة فراولة. حقيقي الواد ده مجنون. مجنون. ألف سلامة على أخوك ومبروك على الفرح. أنا عايز أعرف أنت مين؟ مش مهم تعرف أنا مين دلوقتي، اعتبرني فاعلة خير وهقول لك على اللي بيحصل في البيت من وراك. لو قلت لك قبل كده جربني مش جايز أكون مفيدة بالنسبة لك. انت ليه واخدني كده على اني مضره او عايزه منك حاجه؟ على فكره انا قريب قوي حسبت لك انك كنت واخد عني فكره غلط تماما.
فكرة غلط إيه؟ وجربك إيه؟ أنا أصلاً مش مرتاح لك. خبر حازم إيه؟ طلع من المستشفى ودخل على أوضته. وليه خرج على طول كده؟ كان استريح شوية. أنت عارف حازم دماغه ناشفة. هيعملوا برضه الفرح؟ بيقولوا، بس أنا شايفة إنه مش قادر. أكيد مش عايز يزعل الست فاطمة. أنا وأنا مش عايزك تزعلي من الكلام اللي قلته لك امبارح. وعايزك توعديني كمان إن اللي حصل ده مش هيتكرر تاني. أرجوك يا أشرف، أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده تاني. بس أنا عايزة أعترف لك إني غلطت لما خبيت عنك. أنا آسفة. ايه ده، انت رايحه فين يا بنت؟ كنت نازله اقعد تحت شويه. خارج ولا ايه؟ اه رايح اجيب هديه ماما لفاطمه. انت وراكي حاجه؟ لا خالص. طب ما تيجي معايا بدل قعدتك في البيت. اوكي، بس اجيب شنطتي. اوكي اوكي هستناكي تحت. اوكي. واو تحفه عمر. انت اللي عمر. منورين يا بنات، عقبالكم يا رب. ميرسي يا كاميرا. مالكم مستعجلين كده ليه؟ وافر جاي يا ماما؟ سألتيني على الكوافير 5 مرات لغاية دلوقتي، جاي الساعة 4، الساعة 4. فاطمة، أنت جبتي مين كوافير؟ إلهام. أوف قفلتيني، مش ده اللي صوته رفيع وبيتكلم زي لوسي في فيلم إشاعة حب؟ آه يا بنت اللذينة، وأنا أقول أنا سمعت طريقة الكلام دي فين قبل كده؟ أتاريه فعلاً زيه، حليتي اللغز. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت، في خاتم ألماس محجوز أنا جايزته. باسم مين يا فندم؟ مدام فريدة جدال. مدام فريدة دي زبونتنا، لحظة واحدة أشوفها. اتفضل. عجبك؟ حلوة قوي. أصلا محل في حاجات كتير قوي حلوة. آه فعلا، هو في حاجات كتير. أنا ما بفهمش في الحاجات دي. ده خاتم. شكرا. شكرا. ميرسي. سلام. الو سيادة اللواء، ازاي؟ معليك بنتعبك، بس معلش والله الموضوع مهم قوي. لا يا حبيبي يا رياض، ولا يهمك، تحت امرك. بص يا سيدي، مباحث التليفونات كلموني النهارده، النمره باسم واحد اسمه فرج عبد العال، عملنا عنه تحريات، لقيناه بيشتغل سواق عند واحد اسمه رؤوف عبد الوهاب. رؤوف عبد الوهاب؟ ايه ده، انت تعرف الراجل ده؟ ده والد نبيل صاحب ابن عمرو. يبقى اكيد ابنه كان بيستخدم تليفون السواق. على العموم بص، انا لسه ما عملتش حاجه، قلت ارجع لك الاول. انا متشكر جدا يا فندم، اسمح لي انا اتصرف. اتفضل يا فندم، مع السلامه. تحت امرك، مع السلامه. انا موريتك يا عمرو. تعالى يا ياسين يا حبيبي، تعالى يا حبيبي. اللهم ما تقبل يا ست الحبايب ان شاء الله. يلا حبيبي. على مهلك. على مهلك. دعيتيني وانت بتصلي؟ طول ما انا عايشه على ظهر الدنيا هفضل ادعي لكم كده. يا رب يخليكي ليا يا رب. شفت يا عم اللي حصل لسي حازم امبارح؟ كان هيروح في خبر كان. يا عوض، انت على طول حاشي نفسك في كل حاجه. انت والبنت سماح زي الفوله اتقسمت نصين، زي بعض في كل حاجة. عقون وقرايب ومخبين علينا. قرايب مين يا عم؟ ده انا من قبل وهي من بحري. بعدين انت بتقول لي حاشي نفسك في كل حاجة، مش دي الناس انا شغال عندهم؟ علشان احنا شغالين عند الناس ديت، يبقى لازم نتجسس عليهم، يبقى لازم نتدخل في خصوصياتهم، اللي داخل واللي خارج نعرف عنه كل حاجة. في شرع مين ده؟ أنا عايز أفهم.
اسكت. يا يوسف حرام عليك، جننتني. انت في لحظه من اللحظات هتجيب اكل في البيت دوت. لا ما تقوليش كده حسبت يا حبيبتي، انا بس بدل ما تروحي تعملي تيست واشعاعات على قلبك انا بختبر وكل حاجه تمام، وانا خضيتك وزي الفل طبقين كسرتيهم فريده مش هتسيبك يعني هتحاسبك عليهم على طول. انت كنت رايحه فين كده؟ والله يا حبيبي نسيت. انت كنت رايحه تضبي حاجات في الجنينه هناك للفرح. يلا بسرعه. ايوه بسرعه بسرعه بسرعه، اجيبك تاني واعملك تاني. ايش فايده؟ ايش فايده؟ لا عظيم اسمع. ايش بيه؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا عوض؟ ما تنساش بقى الموضوع اللي كلمتك عنه. انت محتاج فلوس عوض ولا ايه؟ لا لا خيرك سابق، مش موضوع ان انا عايز اخش دنيا يعني. ده انا نسيت. انت عارف احنا كنا جايبين العربيه دي عشان نزفك فيها، بس هنزف حازم وانت بعديها على طول. اجهز انت بس والبس. بقول لك انت كده لابس ومتشيك زي الفل، بس اجهز بعد حازم على طول. ماشي يلا. ربنا يخليك. اتفضل يا حبيبي. كل يوم يقصد لنا طبيب بالجنان بتاعه ده. بص بقى يا ست الحبايب. يا حبيبي. ليك عندي مفاجأة قد كده. إيه؟ هتتجوز؟ أتجوز إيه بس يا أمي؟ هو الجواز ده مفاجأة حلوة برضه. ما أنا يا حبيبي نفسي أشوف لك عيل قبل ما أموت. يا أمي ربنا يديك الصحة وطولة العمر وتجوزيني أنا ولاد ولادي كمان. بص يا ستي، النهاردة ربنا كرمني وبعت الأرض بفلوس كويسة أوي. الحمد لله، الحمد لله. مش مبسوطة ليه يا أمي؟ أتبسط إزاي يا حبيبي لما لقيك تبيع أرضك أنت وأخوك بسببي؟ يا ابني ده أنا قلبي بيتقطع من جوايا، أنا كان نفسي الأرض دي تفضلك أنت وأخوك. حبيبتي ربنا يديك طولة العمر، أرض إيه وفدادين إيه؟ الأرض والفلوس كل ده بيروح ويجي، لكن إحنا نعوض أم زي العسل زي كده مستحيل. ربنا يخليك ليا أنت وأخوك ويعوضكوا خير من الأرض للسماء. ويخليك لينا يا رب. يلا بقى ست الكل نجهز بقى عشان نروح الفرح نفرح شوية. حاضر يا حبيبي حاضر. تسلمي لي يا أم. مبروك. الله يبارك فيك. أهلا 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 أهلا. فريدة حبيبتي أنا مسافرة برا للعلاج، ترجعي إن شاء الله بألف سلام. ما تنسيش حق العيان. ايه رايك في الموزه بتاعت ابويا؟ قمر صوت حسن وبقى ايه؟ انت عملت معايا ايه بعد ما بعت لها الصوره؟ ولا حاجه، مستني انت عايز تعمل ايه واعمل. استاذ بص بقى يا برنس، بتخلي السواق بتاعك يبعت لها مسج يقول لها ان احنا عايزين منها 30,000 دولار، يا اما يبوظ لها الحفله الكيوت دي. خد عندك بقى الانقح، يقول لها ان هو معايا صور ليها في اوضاع مخله. حلوه. ايه يا ابني ده؟ يا ابني انت بقيت سوسه كده ليه؟ خرب بيتك حبيبتي. يا طنط من ايديكي ساعه قوي كده ليه؟ لا ابدا انا كويسه مفيش حاجه. انت قلقانه صح؟ لا ابدا، بس يعني عايزه اليوم يعدي على خير ان شاء الله. هيعدي ان شاء الله. هو يوسف فين؟ اتاخر كده ليه؟ مش عارف يا حبيبتي. تحب اكلمه؟ لا لا انا هكلمه. أميرة بقول لك إيه؟ بتغني حاجة؟ لا أغني إيه قدام الناس دي كلها؟ لا لا أتكسف.
ايه ده يا اميره صوتها حلو تحفه انت مش فاهم طب ما تغني يا اميره وتسيبك موضوع الشوبينج ده احنا طلع عنا والله لا على فكره هتغني وهنعمل شوبينج كمان انا واميره ده اساسي اساسي غنينا مظلوم بقى ولا اي حاجه الو ايه يا رياض انت ما جيتش لغايه دلوقتي ليه تصور بكلم يوسف في التليفون لقيت رساله لقيتهم بيبتزوني فيها طالبين 30,000 دولار ما شاء الله فريده معيشه اولادها في عز هامن فلوسنا لانها بيتها عارفه يا طن حسام اخويا بيقول نفس الكلام اللي انت بتقوليه ما دي حقيقه كلنا عارفينها بس ساكتين ايوه يا طن بس ده موضوع عدى عليه كتير قوي هي الحقوق بتسقط بالأقدمية الجديدة دي خلاص بقى خلاص يا سهيلة اهي بنتك هتتجوز ابنها وهتبقوا عيلة واحدة هو احنا قبل كده ما كناش عيلة واحدة ماما ما تقصدش ماما تقصد تقول لك ان مفيش فرق بين فلوس الراجل ومراته يا طنط طنط اللي عمال تقولها لي ايه طنط دي انت عايز تكبرني وخلاص انا لسه صغيرة وفي عزي على فكرة انا والدة بنتي عندي 16 سنة واللي يشوفها معي يقول يا روحي انتي شكلك 12 سنة والعلم بقى كل حد يشوفك مع فاطمة يقول دي اختها الصغيرة حبيبتي بقولك يا ماما نعم هجيبلك حاجة تاكليها شكرا يا حبيبي صاحبتك مفصلها ثابت خالص لسه ما هتشوف والله العظيم الدنيا ضخمة ايوه كده فكي بقى ايه يا ماما في حاجة لا يا حبيبي انا كويسة قوي طول ما انت قدامها لازم تبقى زي الفل طبعا خالد ده احلى حاجة في حياتي كلها ربنا يخليك لي ربنا يخليك لينا يا خالد ويخليكوا لبعض ما يحبكوش من بعد ابدا يا رب حبيبي أنا مبروك ألف مبروك حبيبي ألف مبروك والله العظيم الدنيا تخطر عسل أنت تضحك على إيه أنت ما تضحكوني معاك لا يا حبيبي الموضوع مالكش فيه ماشي بس خلي بالكوا على نفسكوا مبروك يا فاطيم اخيرا اتجوزتي اتجوزت في ناس تانية مش طايله اكتب لكم فيها طن وانا بتجوز حضرتك ولا بتجوز بيه
في ايه يا حازم؟ مفيش يا ماما، طنط بس بتكلمني في مؤخر. مؤخر؟ مؤخر ايه وكلام فاضي ايه؟ انت بتفكري في طلاق البنت وهي بتتجوز؟ ولا انا سامع ده صح؟ طلاق فيها طنط سهيلة، انت اكتر واحده كان نفسك في اللحظه دي. رواقي كده وغز الشيطان سمعينا زغروطه، بلا طلاق بلا كلام فارغ. طلاق ايه يا حبيبي؟ حد جاب سيره الطلاق بعد الشر؟ يا بنت انت هتسيبوا المأذون كده وتقعدوا تتكلموا ولا ايه؟ لا يا خلود، انا بس بحاول احافظ على حق بنتي وانت ابو الاصول. سهيله ما تخليش الجنونه تركبني واحلف مفيش جواز خالص. ماما خلاص يا جماعه، خلاص يا فندم اطمني، فاطمه دلوقتي هتبقى واحده من العيله. انا هكتب لها المؤخر اللي يليق بيها وباسم عيلتها. خالد انا اللي بتجوز، مفيش حد ياخد قرار غيري، مش عايز حد يتكلم في الموضوع ده تاني. كنتش اتخيل انك بالقذاره. على اساس ايه يعني؟ على اساس ان حضرتك ما بتعملش حاجه غلط؟ اخرس يا حيوان اخرس. عارف الست اللي انت بتحاول تبتزها دي تبقى بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لك ايه؟ اكيد عشقتك. عشقتي طبعا، واحد زيك بالاخلاق دي مش هيفكر غير كده. للاسف انا اللي فشلت في تربيتك وخليتك بالاخلاق الواطيه. الست دي يا فندم يا محترم انا مراتي، مراتي يا استاذ اللي ما تعرفش معنى الاخلاق. مراتي حبايبي. ايه ده؟ ايه انتوا فين؟ هتمشي تسلم عليها برضه؟ باي باي حبايبي بالسلامة. باي 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 حبايبي بالسلامة. صباح الخير يا فريدان. صباح الخير يا حبيبي. ايه رايح على فين؟ عندي مشوار كده وبعدين هعدي على ماما. طب يا حبيبي ماشي، مع السلامة، خد بالك من نفسك. حاضر. والله ظلمتك يا أشرف، لكن طلعت ولد متربي. وانت بقى كنت ناوي تخبي عليا العامله السودة اللي عملتها مراتك دي؟ وانا اللي كنت فاكره ان انت زعلان عشان موضوع شغلك؟ انا ما كنتش عايز اقول لك عشان مش عايزك تشيلي منها. والله يا ابني والله انا كان قلبي حاسس ان موضوع الخلفه ده ورا حاجه مش طبيعيه. وانت بقى ناوي على ايه؟ لا يا خلاص وقفت الدواء. اسمع بقى، انت لازم توديها لدكتور يديها منشطات لموضوع الحمل ده، ولا انت ناوي تسكت؟ لا اسكت ده ايه؟ وانا ما اروح اسكت بعد اللي حصل ده؟ انا مستحلف لها. ما اشوف بقى هي ناويه تعمل ايه لما اشوف. الحمد لله ان الفرح عدى امبارح على خير. زمانهم دلوقتي في المالديف، ربنا يسعدهم ويهديهم. بس حازم ده انا مش فاهم، ملموم على شويه صحاب ما كفاهمش اللي حصل فيه يوم الحفله بتاعته امبارح، برضو عمالين يشربوا وفاكرين نفسهم قال ايه بقى، مش باينين حاجه تقرف. انا برضو مش فاهمه حازم بيعرف الأشكال دي إزاي؟ وليه صاحبه مش شبهه خالص؟ مش شبهه. بقولك يا ملك، معلش طلب غريب شوية، ممكن تغمضي عيني؟ غمض عيني؟ ليه؟ ليه؟ أوكي. فتحي عينك. معقولة يا خالد؟ إيه ده بسيطة كده؟ طب ليه كلفت نفسك؟ لا ما كلفش نفسي خالص، دي ماما هي اللي دافعه فلوس. لا انا طبعا اللي جايبه. دي هديه بسيطه بمناسبه ان انت خلاص بقيتي واحده من اهل البيت. ميرسي قوي يا خالد، مش عارفه اقول لك ايه.
لا ما تقوليش حاجه، جربيه شوفي مظبوط مش مظبوط. اوكي مظبوط جدا. سيامي.